بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية بمنتدى الثلاثاء الثقافي في عامه 20. وأهلا بالأستاذ المهندس الشاعر عبد اللطيف بن يوسف في ندوة حوارية شعرية بعنوان الشعر في الزمن الصعب. سوف أعرف بالأستاذ عبر سيرته الشعرية. هو شاعر هويته تجربته الشعرية لا ما دونه في بطاقته المدنية. يعرف نفسه بالمهندس والشاعر كما يقولون، لكنه يميل لتعريفه الشعري في حواراته رغم امتلائه بالانتماء. صدر له ديوانان شعريان عن دار مدارك: لا الأرض أمي ولا القبيلة والدي، والثاني روي، وهو كولاج شعري أي مختارات شعرية مقتطفة للشعر البصري. فاز ديوانه لا الأرض أمي ولا القبيلة والدي بشاعر الشباب بجائزة مؤسسة البابطين للإبداع الشعري. أيضا هو أحد رواد العمل الثقافي بمركز الملك عبد العزيز الثقافي إثراء، أحد الشعراء المختارين ضمن 30 شاعر لبرنامج جسور إلى السعودية عبر مركز الملك عبد العزيز الثقافي، والذي شارك بترشيحه في حوارات وأمسيات شعرية بالولايات المتحدة الأمريكية. لعلي سأعرفه أيضا عما يكتبه من نصوص جميلة. عبد اللطيف بن يوسف المبارك شاعر مطبوع بشاعريته المفكرة والمضيئة، ينحاز لموسيقى الشعر محتفظا بالمعنى والمبنى وزنا وقافية. تتملكه الموسيقى فيمارس قصيدته بعزف أشبه بالغناء في القصائد الأندلسية. قرأته ذات يوم ذات مساء مثنويا وروميا. يميل شعره لمفردات قريبة التوظيف للمنهج الصوفي، يتماهى مع القصيدة كإيقاع خاص أو نوتة يعبر بها نحو العالم. يشعرك بقلقه بالنص عبر إلحاحه على خلق شعري جديد. يرفض أن يتشبه بشعر الفوضى أو ينتمي للمهلوسين، مراهنا على القصيدة في إذكائه ليهطل منها كغيمة بكرية تبلل جفاف الأرض. يقول عنه صديقه محمد ديري: أما عبد اللطيف يوسف فلا أعرف مهووسا بالقصيدة والشعر مثله. تظنه عائدا من شنقيط للتو كلما قابلته متجها إلى حلب على قلق المتنبي، أو شاربا من مرج البحرين مصليا الفجر خلف قاسم حداد. في كل لقاء يأخذني كالأعمى إلى شاعر جديد، منه عرفت قاسم وبين يديه صفقت لعبد الرزاق عبد الواحد. وهو لا يمل الشعر في كل حالاته، يصيد الشوارد من فصيح أو أفصح مما قالته البد ولم يحفظه أهله الحواضر. به جلد الطالب وموهبة المطلوب، يتفاعل مع نصه أكثر من طرب عجوز لمرأة صبية، وينقح كل يوم ذائقته بالقراءة مرتين وبالكتابة مرة واحدة. يفرح لأصدقائه وليس به من غل الشعراء شعره، بل
يقطع مسافة نهرين كي يلتقي نصف شويعر يعود إليه بدهشة. من يرى في الأشياء ما لا يرى حسنا. والكلام طويل عن الأستاذ عبد اللطيف. سوف نبدأ في هذه الجولة، الجولة الشعرية، ابتداء بالنصوص، ومن ثم سنحول على الجولة الحوارية بالأسئلة. شكرا لك، تفضل أستاذ عبد الله. مساء الخير جميعا. أول شيء أنا شاكر جدا هذه الدعوة، هذا المنتدى الذي أسمع عنه كثيرا وأتطلع دائما لأن أكون فيه يعني، أو مشاركا أو مستمعا. وما أدري بس أستاذنا يعني بعد هذا التقديم ماذا يمكن أن يقال؟ يعني أنت رفعت السقف جدا جدا جدا، وأنا مجرد شاعر شعبي بسيط يعني لا أستطيع أن أجاري لغتك الرائعة هذه. ما أدري، لعلي أبدأ بمقطع. نبدأ في بداية قصائد، صحيح؟ نعم. أنا القلق الموزع في الحنايا، أنا القلق الموزع في الحنايا، خدين الريح من أرض لأرضي، كتبت بمنطق الطير الحكايا، فريد الدين يفهمني ويغضي، مضاع لا أرى إلا سوايا، ولا بعض يرد إلي بعضي، لأن الحزن لا يحتاج نايا، تركت العازف المجنون يمضي، مرايا الشك تتركنا عرايا، أمام الليل والنجمات تقضي، نياط الكون تفتقد الزوايا، بدائرة أبرهنها بدحضي، كفرت بمن يجرعني الوصايا، فصليت النوافل دون فرضي، كفرت بمن يجرعني الوصايا، فصليت النوافل دون فرضي، وعاملت القصائد كالهدايا، فمن نبضي أقدمها لنبضي. للملح أسئلة الخليج، للملح أسئلة الخليج، وكلما لامست ملحا قلت أين بلادي، مخشوشن حد الحصير، وفي يدي من كل غرق المبحرين أيادي، الدمعة الخضراء تخلق موجة، والموجة الحمراء موت عادي، يا حوت كم آنست يونس عندما فزع الظلام وذاب صوت الحادي، كم قلت للمرجان تجرح هكذا، وزعانف الغواص دون ضمادي، لم أرتكب ذنب السواحل قاصدا، الموج لم يدرك حدود مرادي، جرح بوجه الماء تلك ملامحي، ملح بماء الجرح ذلك زادي، قطرات هذا البحر عد مواجعي، لا تتعب الشعراء في تعدادي، فالدانة الأولى قصيدة شاعر تقتات مطلعها من الأكباد، كل السفائن غادرت شطآنها، وأنا على الشط القديم أنادي، يا قلب كم هاجت عليك نوائب شتى، وكنت لها المحيط الهادي، كل السفائن غادرت شطآنها، وأنا على الشط القديم أنادي، يا قلب كم هاجت عليك نوائب شتى، وكنت لها المحيط الهادي، الذنب ليس القول فهو محبة،
الذنب أن نربو على الإنشاد، شعراؤنا المتسولون تناسلوا، فاضت مدائحهم بسؤر الوادي، قل للخليج تعيش فينا لؤلؤا ونعيش كالمحار في أصفادي، نفدت بنا الأسرار في الأمس الذي لم يبلغ الأسرار للأحفاد، لا بأس خذ يا ماء أزرقك البهي ودع لنا في الشط ثوب حدادي، سأظل أكتب في الرمال قصائدي وتظل تمحو ما يخط فؤادي. كم أنا ترى قاعد أحاول أن أعيد اكتشاف نفسي من خلالكم، فقاعد أعود لنصوص يعني قديمة جدا، فبدأنا يعني من نصوص قديمة وقاعد أمشي تدريجيا إلى النصوص الجديدة. فإلى الذي بس اكتشفت شيء، والله اكتشفت أن أول أكتب بس أحسن من الحين، ما أدري إيش اللي صار، بس يعني عموما إلى الذي سكن المسافة، أين السبيل؟ نذرت العمر أكمله للعابرين، ولم ألق الذي ارتحل، أنا انتقال هلال في منازله، قد سافر العمر لكن قط ما اكتملا، يبسمل الطرق العرجاء وهو كمن يؤمل الخصلة الشعثاء مغتسلا، ويسأل الدرب ما نفع الثياب وقد تمزق القلب لما صار منتعلا، يحدو مع البدو في الصحراء ليس سوى مظنة الشدو تعطي الراحل الأملا، في كل شبر هنا ذكرى لمن رحلوا، فقبل الرمل كي يغدو المدى سبلا، وكذب الصدق كي ترتاح ثانية، ما أطيب العيش لو أن الفتى جهلا، مفازة هي وهي الموت لا عتب على اللغات، فهب للرمل ما سألا، يا راحلين حبال الريح توثقنا على مقام الصبا عزفا ومنتقلا، لو كان قلبي رمادا كنت أنثره لكنني كلما أخمدته اشتعل، لو كان قلبي رمادا كنت أنثره لكنني كلما أخمدته اشتعلا، مسافة الفقد تعدو كالسراب معي، إلى متى سيظل الماء محتملا، أما تعبت؟ سألت الدرب قال بلى، وهل وصلت؟ نهرت الدرب قال إلى قتلى، على جانبيك القبر أرصفة، من يسأل الدرب عن قصد إذا قتلا، في الضفتين ونهر الموت بينهما، لا يسبح المرء حتى تسمع انتقلا، للنائبات كمان ليس تعزفه إلا بأعصاب هذا الطفل مذعقلا، حلمي هو الفرح العادي في بلد تقول للطفل وهو الطفل كن رجلا، ما شب عن طوق عمر فهو يعشقه، والدهر شاب وطوق العمر قد ذبلا، واهن من التعب البالي ومن قدمي ومن خطايا ومن ظن وما فعلا، متى الوصول؟ لعلي لا أرى وطنا حسب الوقوف ومنح الشاعر الطللا، يبكي على الرسم يبكي الراحلين، ومن غبار أيامهم بعد الوغى، نزل ألقي عليهم عصا الترحال، عل أخا هارون يأتي لتيه يفضح الحيلا، لولا امتحان على الإيقاع كنت إذا مضيت شعرا طويلا ألعن الجملا، هات الطريق سنيني خفقة جبلت على المسير، وخذ من خطوة أزلا. هذا النص بعد قليل سأهديك نص، بس هذا في نص لعلي سعيد يعني مخصص لأسباب يعرفها وأنا أعرفها،
طبعا يعني يجب أن نعلن الموضوع يعني أن علي سعيد أصبح يعني الآن بلغ 40، هذا موضوع مهم جدا، وكتب نص رائع قبل أيام عن وداع الثلاثينيات، فيستحق كذلك السماع. فهو مقطع كان يقول: تعالي تعالي لنسكب في الكأس ذكرى ونشرب في صحة الغابرين، تعالي لنسكب في الكأس ذكرى ونشرب في صحة الغابرين، أراك وأقسم بالله جهرا تباركت يا أحسن الخالقين، ولو قيل أني أسابق نهرا مصبي أنت ولو بعد حين، فلا تنظري للسواقي فأحرى بك الآن أن تنظري للمعين، أنا الحجر الصلد إن شئت كسرى تكسر من قبلة في الجبين، فقد يولد المرء في البدء حرا ويصبح عبدا بمر السنين. فقد يولد المرء، هذا صدق يعني، فقد يولد المرء في البدء حرا ويصبح عبدا بمر السنين، ولولا الذي في الفؤاد استقرا لأطعمت قلبي لطفل حزين، وفرقت جسمي بحرا وبرا وعدت وكلتا يدي يمين، حنانيك إن الغريب تبرى من الكل حتى بقايا الحنين، ولم ينتظر في الثلاثين بشرى فعمر النبوات في الأربعين. مدام المزاج عالي يعني، هذا النص يعني كان كذلك يعني مختلف شوية في تناوله، يعني هو يحاول أن يتناول لما أصبح التهريج أسلوب حياة أو بزنس ورزق، يعني سمها صناعة محتوى أو تسويق وتفاعل، لكن في نفس الوقت نرى أن المهرج يستطيع أن يقول ما يعجز عنه الآخرون، فهل نحن في سيرك؟ ربما لا يهم قصيدة المهرج. يبدو على المكياج لون الكذبة، يبدو على المكياج لون الكذبة، فسل القناع عن الدموع الصعبة كجحا يعيش رعونة أبدية، يهدي ابتسامات ويجني سبة، تتغير الدنيا وتبقى فكرة الإضحاك معجزة بوجه الرهبة، يستعذب الإيماء من أفضى إلى لغة تسيل على حروف صلبة ضمأ إلى المعنى، وليس يجيدها إلا الذي بالقهر درب قلبه، لولا التلون فيه، لولا أنه أوحى إلى حطب الضلوع وشبه، ما كان إلا أن يكون كنكتة لو لم يكن فعلا لكان تشبه، الساخر المتمرد الكوني يعبث في الحكاية والحكاية لعبة، الهزل وجه آخر للجد، وجه صادق لا يستمال برغبة، شجر تجذر في الطفولة لم يداهمه الجفاف ولا الليالي الرطبة، رسم ابتسامته بخط أحمر بعض البقايا من دماء أحبه، هو مذ تعذرت الجهات وغادرت أزج المطي على رياح الغربة، في السرك تختصر الحياة وربما كل الحياة هناك تحت القبة. أسأت لروحي، أسأت لروحي منذ حسن تصرفي، وقلت لها
من بعد رحلتها قفي. وقلت لها من بعد حلم وخيبة ضعي نقطة في آخر السطر واختفي، فما بين جلدي والعظام وخافقي منازل تقري الضيف لحم تعففي. أؤذن في الناجين حي على دم توزع حتى سال في كل موقفي، فإن لم أقشر جلدة الأرض راجلا فلست أنا عبد اللطيف بن يوسفي، فلست أنا من بادل النجم منزلا، ولست أخبي الشمس في جيب معطفي، أنا من رعى الأيام وهي لذاذة وما كنت من خمر اللذاذات أشتفي. فلا القول ذو فعل ولا الفعل نافع ولا الخيل فوق النار تجري لأحرفي، أنا الرأي لكن القصيدة صعبة وقد نعتوني بالغوي المجدف. ولا شك أيام قضت كنت حينها أمزق أشباحي بآيات مصحفي، كمن علموني أن أحب وغادروا، وما كل صب من صبابته شفي. صعاليك عداؤون مروا على النوى خفافا وأهدوني سنان المثقفي، ولكنني والحمد لله سيد وتدري تميم أنني سيف خندفي. فما المجد إلا كالهوى أوجع الهوى، متى قل حظي فيه زاد تطرفي. ألا طال يا نفس اختصاري، فهل أنا سوى الغول والعنقاء والصاحب الوفي. هذا النص يعني هو بطلب محمد الشافعي، وهو يعني واضح أنه سمع أكثر من مرة يعني، وما زال يطلبه، فيعني ما أدري شو السبب يعني، لكن نقرأه. نيويوركر، طبعا كميل المصلي أحد زملائنا في إثراء كذلك، أحييه يعني، أحييك لأنك صفقت لي يعني. لا، فنان تشكيلي رائع وأستاذنا، أتعلم منه كل يوم في العمل يعني. طيب، نص نيويوركر باختصار يعني، أظن لازم أن نقدم له بس بهذه الفكرة يعني، بفكرة أنه يتعامل مع شخصية نيويوركر. هو محاولة لتقمص إنسان نيويورك، وهو المواطن الغريب، المدينة التي المليئة بالمهاجرين، المهاجرين الذين يعني نسوا أصلهم أصلاً ولم يستطيعوا أن يخلقوا مجتمعاً آخراً. فنيويورك بذاتها هي مدينة شاخت حداثتها، بنفس الوقت لا تستطيع أن هي تركن إلى أصالة مثل المدن الأخرى كلندن وباريس، ولا تستطيع أن تواكب سنغافورة ودبي. فهذه المرحلة دائماً من الانقطاع يعني. وإنسان نيويورك هو الشخص الذي نسي القصة الأصلية وغير ولا يستطيع أن يخلق قصة محلية موجودة. فنيويوركر المواطن الغريب. حجر تعثر بي، حجر تعثر بي ولا أتعثر، أتسيء لي هذه البلاد وأشكر، بتلفت القلب انتبهت وعن لي برق فقد ألد الغيوم وأمطر، هل طاش لبي فارتطمت بنجمة فجرحت معنا ثم سالت أسطر، وتوحدت في الولايات التي شاخت حداثتها وظلت تنكر، فالشارع الطولي يعبره الجميع بخفة لكنني لا أعبر، أمسكت أعصاب الكلام صرخت في صمت الوجود، سأختفي وسأظهر حتى انتزعت الطين من جسدي، وصحت أيا طبيعة
كلنا نتحجر وسخرت من أثر الخيال على يده، فهل الخيال حضور ما لا يحضر؟ وجع قديم منذ أن طفحوا من البحر الغزات وفي التلال تشجروا، حدقت في المرآة أي حقيقة بملامح لما تزل تتغير. أأنا أنا؟ هذا السؤال سئمت من تكراره لكنه يتكرر. آنست نارا والتجأت بفكرة في وحشة الليل المعلق تسهر، ومضيت أستسقي الحضارة ربما هطلت علي وربما أتحضر. أأعيد تصهال الخيول أم الهنود الحمر يوجعها المجاز الأخطر؟ بهوية الأرقام تبلعني المدينة واسمي العربي قد يتبخر. إثنيتي قد زيفت لوني فجربت الجروح لأن لوني أحمر، جرح لكي يحكي النزيف رواية أخرى عن الجسد الذي يتصبر. يشتاقني الوطن الحبيب أكلما مرت علي نسائم أتكسر، وتمر بي صور الأحبة لا أرى غير انفراط العقد حين تبعثر. ونداء أمي للصلاة وصوتها قم يا بني ودائما أتأخر. ونداء أمي للصلاة وصوتها قم يا بني ودائما أتأخر. أما الحبيبة بعد طول فراقنا قالت بأن الحب وهم أخضر. ماذا على نيويورك أبصر طالما عين المهاجر دمعة تستغفر؟ حرية التعبير لم تكشف عن المكبوت في دمنا فكيف نعبر؟ لا خمر في الكلمات قال أنا انسكبت على استعارتها فصارت تسكر. فالشعر ليس من الشعور وإنما هو لحظة الإدراك أننا نشعر، هو أن يفاجئنا الغناء بفكرة مرت ببال الكون وهو يفكر. تحيا بنا الكلمات إن متنا لها، من طعنة الأقلام يولد دفتر. لما انتصفت ولا حدوث تدلني آثرت تسمية الذي أنا أبصر، سميت أبواب المدينة إنما حي اليهود نأى فبابي خيبر. ونصبت في قلب الخيام عمودها قول المناضل ليس لي ما أخسر. فصعدت كعب صبية عربية طرقاتها فوق الرصيف، تكبر قلبي يشاغبها فلم يزل الهوى ينمو وأحلام القصيدة تكبر. بحكايتين قلبي يشاغبها فلم يزل الهوى ينمو وأحلام القصيدة تكبر. بحكايتين عن الغريب، حكاية ضاعت وأخرى غير ما يتذكر. توحد. الصمت وقلبي صنواني ولا أعرف كنههما، لكني أمشي خلف الصوت بحدة لأديم مطال الرمل بعيدا عن مكة بحثا عن أثر لذبيح أو رجل كاد بأن يفقد رشده، مذ مات نبي الله وما زلت أهيم على وجهي بعده. فليصطك الأخشب بالأخشب يا ربي، أتنبأ بالحرب كثيرا وأرى الردة. هل أرخي الحبل السرية لأيام الشدة؟
لامرأتي رحم واحدة وأنا أتوالد رغما عني بالرعدة. كم كنت وحيدا في محراب الفالج أبكي وأؤذن بالبردة. من حجر هذا العالم في ولف المسد اللهبي وشده حجر لا يسقل بالماء ولا يتكسر لا تهزمه وردة. في الوحدة مرآة تكثر مني وأنا لا أتكاثر إلا في الوحدة. فاكر راح يطوي الأرض وهو المنطوي عادة في القلب أن لا يرعوي مذ غوى أغوى ومذ مال استوى فوق حظ مائل لا يستوي لا يرى فرقا فها كل الورى أجل المهوى بخطو ملتوي. يا طريق الليل ضاع المنحنى من أنا من دورة الكون الغوي. دورة في دورة في صرخة ذاك ما احتاج الفؤاد المولوي. يا جلال الدين قلبي رائب لي جرار السقم أين المدوي. لي خليل البحر أغري موجه ثم لا ألقى على الموج روي. لي إذا اقتص الجوى أرباحه بحة تصفو وحزن منزوي. رحت لا أمضي وقد أمضي وقد يحتويني الليل فيما يحتوي. كنت في تبريز والشمس انطفت عاص عدل الآل من ظلم الذوي. كنت أرعى الغبن في ساح الأسى مستميت النوح مذبوح الطوي. من رأى الأطفال قتلى ربما يلعن الأيام والدرب السوي. ينبش الأسماء هل ظلت وهل يحفظ التاريخ من لا يهتوي. كان نجم الدين كبرى راقصا والقنا العطش دما لا ترتوي. عندما ولى وإيقاع الحشا جذبة في جذبة يا للدوي. مات لا يلوي ولا يأوي له غير معناه الذي يأبى اللوي. يا جلال الدين ما بال الفتى يعدم الأيام بالخمر الغوي. يشرب الدنيا على يأجوجها ربما مأجوج ممن ينضوي. تلك حال الحال يا مولاي كم يجتني الصوفي وهو المجتوي. فلتعني حين لا ألقى فمن يشرح المخبوء خلف المثنوي. أنثني أهوي أولي أرتمي أنتمي ألتاع أذكو أشتوي. أكتوي بالشعر قولا واحدا دون شك الوزن أو شرك الروي. دنيوي العشق ناي مطرب إنما شوقي مداد أخروي. يا جلال الدين لا محسوس لي كل ما حولي فضاء معنوي. جاهز للموت إلا أنني خفت ألقى الله بالقلب الخوي. نختم نص قصير يعني خفيف دم شوية. يعني ممكن نشير فيه الكوميل يعني وما أنه ما له علاقة بس ما بدنا نهديك يعني. الواحد لازم يضبط زملائه في الدوام يعني يغطون عليه يغطي عليهم يعني هذا جزء من العملية. لنا مطر في الضمير هما فأنبت قلبي وأهداه لك. لتجري المحبة مجرى الدم لتجري المحبة مجرى الدماء فسبحان من في دمي أنزلك. وسبحان من عاد بي للحما لذات العماد ومن قد ملك. لأنحت في صخرة ربما وأدعو أساطير عشق هلك. فمن رأسي الطير تأكل ما تيسر من خاطر أولك. منازلنا قمر في السماء ورحلتنا نجمة في الفلك.
وما كان يظهر لي كلما أعدتك فيه هنا أوصلك، هو العشق يا سيدي، أو كما زليخة قالت له: هيت لك أحبك في أزل قبل ما يتمم خلقك من صلصلك، هو الحب يا سيدي، عندما نقصت أتيت لكي أكملك. شكرا، شكرا جزيلا على هذه الإبداعات الجميلة والشعرية. الشعر في الزمن الصعب، القصيدة ذلك القدر الكوني الهاطل من مسافة الغيب على الشاعر الحقيقي والوجودي في الاستجابة لبث الأسئلة الكبرى. والقصيدة ما هي إلا كشف روحي لذات محتملة منعكسة كالمرآة التي تشيء بالضعف الإنساني عبر تعارضاته الغريبة والمتفجرة من عدم التصالح بينها وبين العالم، القادرة على تحطيم حدود العقل وإطلاق سراح المشاعر من سجن الكبت الضيق لتلامس مناطق العتمة وتحيلها لضوء إنساني باهر أكثر نزعة للمغايرة والاتساع وأكثر تراجيدية وأهمية في ذات الوقت في صنع رؤيتها وتجلياتها الحالمة. من هنا أقول أن القصيدة قد لا تكون بالضرورة الشعر ذاته إلا بما تحمله من جذوة شعورية كخيط حرير توصل الناس ببعضهم، والشاعر الفنان هو من يضحي مخلصا لما هو مؤمن به من نداء حقيقي عميق يكون فيه الإنسان فقط أسمى ما يريد. فهؤلاء الذين يمتلئون بالحب قادرون على إنجاز القصيدة والشعر معا بما يستحق أن يطلقوا عليه بالإنجاز النصي. نعم، كانت القصيدة جوابا وإجابة عابرة في زمن، فأصبحت تساؤلا وسؤالا وحيرة يبدأها الشاعر وتبدأه ولا تنتهي، لتحركه أبياتها باتجاهات مختلفة في توالياتها الغائرة في العمق، لتظل جائعة لفضاء أكثر إشراقاً وأجمل فسحة باحثة عن حرية مجازها الخاص الذي تبدأه المتاهة فتشعر بالجوهر والمفارقة. كلما عرضت فصولها أثمرت عبقرية متجردة تنتصر للإنسان للفكرة والمعاني المبيتة، حيث تأتي القيمة من عمق الشاعر الرؤيوي العظيم. فلذلك نحن نفضل قصيدة ما على أخرى لأنها تبدو لنا أكثر شمولية في المجال الذي تحتله وتحتمله، وأكثر حقيقة في فلسفتها المعبرة بإخلاص عن رؤيتها لدى الشاعر الفذ والملهم. فبقدر ما تكون الرؤية ثاقبة ودقيقة ومتماسكة ومعقدة بقدر ما تكون عظيمة كامنة في فردانيتها وتأملاتها تارك ذات الأثر وذات الإلهام مهما تقادمها الزمن لما تملكه من تعارضات إنسانية أبدية. ومن هنا نكرر ذات السؤال: هل القصيدة أم الشعر في الزمن الصعب أم كلاهما؟ بداية الحوار سوف أبتدأ بالحوار الثقافي. بعد الألفية أستاذ عبد اللطيف، بعد الألفية الثالثة أو بداية بعد الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، الثقافة بمفهومها النسقي المنقسم والمتشظي في موضوعاته وأحداثياته المرجعية أخذ يأخذ في شكل دعوات تمخض عنها الاستعراض بأسماء المفكرين والمنظرين
الكبار من العالم الغربي على الواقع الثقافي العربي تحت ذريعة التنوير المعرفي، بينما تجد ما يدعون له من أبجديات ما كتبه الفلاسفة العرب والمسلمين قبل أمد، ألا يستدعي بنا هنا أن نطلق على هذا الاستعراض بالتسليع الثقافي للكاتب؟ طيب نبدأ من المقدمة وهذه ولا أرد على هذا السؤال صح؟ أي نعم، إذا لك تعليق على المقدمة. المقدمة رائعة جدا يعني، يعني أكرر، وترى والله ما صفقنا له أستاذ يعني كريد النمر. لا لا، لأن فعلا أنا مروا علي مقدمين كثير يعني، وإحنا نعمل في إثراء ونشوف يعني كثير المقدمين، هذا الاحترافية يعني تستحق فعلا تحية، وهذا النص المحكم اللي يقدمه الأستاذ فريد يعني رائع رائع جدا، فممتن لك يعني. شكرا شكرا لك على الإطراء. هذا ترى تهرب من السؤال، ما تعرف التكنيك. طيب خلينا سأتكلم شوية يمكن عن وجودها في التسليع وتسليع الشعر. نعم، احنا نظرتك إلى تسليع الثقافة في مصطلحات غربية أو مصطلحات أو نظريات غربية فقط هي إلى التسليع وللمتاجرة بما يكتبه الأديب دون جدوى حقيقية أو عمق حقيقي إلى مثل هذه الكتابة. طيب أنا خلني أرجع لفكرة أنه أديب أو غير أديب، ونرجع لفكرة الشعر اليوم يعني في هذه اللحظة الراهنة. ما أدري إذا أمامي ترى الأساتذة كلهم، فأنا قاعد الآن سأطلق مجموعة من يعني المنشيتات فاعذروني يعني. لكن أعتقد أن إحنا كشعراء في دائرة الثقافة إحنا الحلقة الأضعف، يعني أضعف نسميها القطاعات الثقافية هو الشعر اليوم، على مستوى أنه والثقافة نفسها هي تعتبر من أقل الأشياء تداولا، خاصة في زمن فيه مستوى عالي من الميديا، من الترفيه، من كثير من المجالات، فأنت أصلا فيه نزول يعني من الاهتمام الثقافي، وأنت كشاعر أنت في يعني ما أقول أسفل القائمة، لكن في يعني مهدد بالهبوط زي في الدوري يعني، فوضعك ما هو بزين. وكونك أنت داخل دائرة الأدب، أنت كذلك في داخل دائرة الأدب من الثقافة، أنت من أضعف هذه الدوائر. فلما نجي نشوف الكتب الشعرية ونشوف هذه الأشياء، نجد أن الشعراء هم أقل الناس تداولا وانتشارا. اليوم في المراكز الثقافية الكبرى سنجد أن أقل الأشياء الموجودة هي الأمسيات الشعرية، الفنون المرتبطة بالتكنولوجيا والمرتبطة بالميديا مثل السينما، مثل التصوير الفوتوغرافي، مثل هذا النوع من الفنون هي اللي تروج الآن أو أصبحت رائجة. الرواية حتى بأشكالها اللي ممكن أن تتحول إلى أشكال أخرى، الشعر يقع في هذه المشكلة. الفكرة كانت أن هل هذا حقيقي؟ يعني أنا كان أول شيء نتفق على هذه الفكرة يعني إلى حد ما، أنه وضع الشعر داخل الثقافة أنه ليس وضعا جيدا. هل نعتبر التكنولوجيا عامل مخفض إلى الثقافة العامة أم؟ يعني أنا على مستوى الشغلي يعني أنا أتكلم أنه قديما كان فيه التأسيس الأول للناس في الثقافة كان تأسيس شعري، اليوم قاعد تطلع أجيال ليس لديها أصلا تأسيس شعري، لا يوجد عندها قدرة على التذوق الشعري، فهم أصلا بعيدين تماما عن العملية الشعرية. على مستوى المهرجانات اللي أشارك فيها، المهرجانات نؤتى من كل الدول العربية لكي نستمع بعض، ففي قاعة واحدة الشعراء جايبينهم من كل الدول العربية، يقرأ الشاعر والجمهور هو جمهور الشاعر ويتنقلون، يعني هو تغيير كراسي. فالمهرجانات هذه في غالبها بهذا الشكل، فإحنا لسنا رائجين الآن، لا يوجد لنا يعني هذا النوع من الـ. وحتى كانت تشعرني دائما بالعمليات الحسد يعني أنها تكون كوميدية،
فيحسد الشاعر الآخر على أنه عنده مجموعة قليلة جدا، فبس يعني كلهم مفاليس. لكن زي ما قال الشاعر: الله يعلم والأيام تعرفنا، أن كرام ولكن مفاليس. في عالم الفلس يعني الكبير، الفكرة أن 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 في هذه المعطيات إحنا دائما نوضع في دائرة الثقافة، دائما نوضع إحصاءاتنا أرقامنا توضع ضمن دوائر الثقافة. أنا لما أجي أو حتى الشباب، أنا عندي واحد من أصدقائي القريبين شاعر جميل، لي 3 شهور أدور دار نشر تقبل أن ينشر ديوانه، ما أحد يقبل. ويقول لي: عبد اللطيف، إذا أنت أوكي لأنك أنت عندك كم فولور، أما خويك ما يصلح. بينما خويي فعليا أشعر مني يعني، وأقول لهم: يا جماعة أخذوا هذا الشيء. فالفكرة أن هذا النوع من الإحصاءات اللي احنا قاعدين نحط فيها قد تكون ظالمة اصلا للشعر. هل الشعر كان 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 سؤالي انا من البداية، هل الشعر اصلا ضمن دائرة الادب؟ الادب لما نرجع الاول، فكرة الادب هو انه هو رواية الاخبار، والشعر كان مادة الرواية، مادة الاخبار، ولم يكن هو الاديب هو ابو علي القالي او ان هؤلاء الحفظة والرواه، لكن الشاعر هو الذي يروى في او الشعر هو الذي يروى في هذه العمليه. فهل احنا اصلا مادتنا الكتب؟ يعني لما يقال ان فلان مثلا كتابه لا يبيع، هل يلزم اليوم اصلا ان يكون لديه كتاب عشان يقال ان هذه ماده جيده او غير جيده؟ فالفكره ان هل الشعر ينتمي للفنون؟ يعني انا من اول ما سويت تعديل بسيط في داخلي، يعني انه انا فنان، انا لست اديبا ولا مثقفا. بمعنى اخر، ان دائما نقارن الشعر والروايه، انا اظن ان الروائي لا ينتمي لي، يعني ان الروائي من قبيله اخرى وانا من قبيله، بينما المصور الفوتوغرافي ابن عم. بقاطعك على اساس ان اصل السؤال، على اساس ما ننجر الى مواضيع اخرى. يعني سم الأصل السؤال هو تسليع الثقافة بشكل تجاري، مقارنة أعتقد يعني نحاول أن يعني نرجع إلى صلب السؤال، هو لدينا الآن تسليع ثقافي، ممكن حتى التكنولوجيا أو الميديا ساهمت في تسليع هذا النوع من الكتب أو الدواوين أو الكتابات. لكي لا نذهب إلى المقارنة بالرواية والشعر ومواضيع أخرى، لأن جايين عندنا سيل من الأسئلة يعني. فأنا أتكلم عن مفردة التسليع للكاتب بحشوة نظريات غربية أو نظريات هو قد لا يستوعبها بالشكل المطلوب، ولكن بما أن هذا الكتاب يتضمن مثلاً لوران بارت أو الشعراء أو الكتاب النقاد الكبار، تجد خلف هذا الكتاب 25 الطبعة 25 والثلاثون أيضاً. هذا قصدي، يعني قصدي في تسليع الثقافة الغير حقيقية. يعني هو وين ينطلق، وين النقطة اللي لها علاقة بالشعر هنا؟ لا، هذا سؤال ثقافي عام. عام؟ اي نعم، الشعر جايين عليه. اي يمكن إيه. انا لاني ما ودي اني ادخل في السؤال الثقافي العام اكثر من اني اتكلم عن موضوع الشعر اكثر. ننتقل يمكن الى سؤال اخر عن السلب والايجاب في التكنولوجيا على يعني الشعر، لان احنا بس في الشعر احنا ما عندنا تسليع، لانه اصلا ما عندنا دورة اقتصادية. نعم، يعني اقصد ان انا مظلومين يعني. لا انا ما عندي، ما اقدر ابيع قصائدي. نعم، ما اقدر، يعني ما عندي عمليه اقتصاديه معينه، بينما مثلا الفنانين الاخرين من الرسام الخطاط هؤلاء يباع ويشترى في دوره اقتصاديه، فممكن انه يكون تجاري وتسليعي بشكل معين. انا كشاعر يعني اقرب الى فن خالص يعني، او الى فن ما فيه هذا جميل هذه العمليه. ايضا سؤال ثقافي ايضا ليس يعني بالضروره هو اجابات شعريه او اجابات من صلب الحركه الشعريه. ايضا بعد الالفيه الثانيه اخذت الحوارات الثقافيه في الثمانينات والتسعينات
صراعات كثيرة. ما مسؤولية المثقف الجيل الألفية الثالثة من هذه الصراعات؟ فقط هذه سؤال. أظن برضو هذه من الأسئلة اللي يفترض أن احنا صحيح اليوم ما عاد عندنا هذا النوع من الصراعات. عنوان الشعر في الزمن الصعب. ما حدث في التسعينات والثمانينات خلينا شوية نتجاوز إلى أن نتكلم إيش تحدياتنا اليوم يعني. وإيش نقدر أن احنا نتعامل معها. فاليوم في تصالح بين كثير من الفنون وكثير من الأشياء لأن احنا قاعدين نواجه تحدي جميعا يعني. فهي الفكرة أن احنا كيف نستطيع أن احنا نواجهها. فاللي أقصده أنا كنت من قضية أن 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 في الشعر في قضية أنه قادر على أنه يدخل في دائرة الفنون وأنه يكون له علاقة بالفنون بكل أشكالها بحيث أنه غير مرتبط بالنصوص المكتوبة يعني كانت في هذه النقطة. اليوم احنا امام تحدي كبير في قضية ان الزمن التكنولوجي لعب في كل المرحلة فاصبحنا اليوم كلنا في اتجاه واحد لذلك احنا صف واحد فما يوجد عملية يعني مجتمعات منفصلة. طيب الاسئلة الشعرية حول الشعر. يقول محمد عفيفي مطر: كانت القراءات المتسعة تجعلني أشعر بالانتماء لعائلة الكلام الجميل، انتماء صاحب الحق في الجدل والتأثر والنقيض والمشاغبة، ويشير هنا لاتباعه الخروج الجبراني في منهجه الشعري برفضه للسائد. فهل يجد شاعرنا نفسه في هذا الفضاء الرافض الذي شكل ديوانه الأول للأرض أمي ولا القبيلة والدي؟ وإلى أي مدى يميل لهذه الرؤية؟ لأن هنا الديوان يشكل رفض على السائد. في الديوان الأول يمكن كانت الفكرة الأساسية هي أول ما تظهر أنت في رغبة في وجودك أنت، وجود ذاتك، فكان دائما نوع من أنك أنت تحاول تقول أنا هنا فلذلك تريد أن تقول أنك أنت تنتمي إلى الكون كاملا، أنت لا يمكن وضعك ضمن دائرة أو منطقة أو عائلة، فكان هذا النوع من أن محاولة الانعتاق مع طبعا أن تكون تكون عائلتك من قراءاتك من حتى تعددها في الثقافات وفي العالم. نعم جميل. أيضا يلاحظ المتتبع للشعر العربي الحديث خلق علاقة متجاوزة وملتبسة بالتراث والانحياز للمغايرة بمفهومها الحداثي عبر مفهوم تجريد النص وتحريكه وعصرنته إلى أي حد تتفق مع عصرنة النص الشعري ومغايرته. والله نفس الشيء، أنا أعتقد أنه النص ينتمي إلى عصره، فعملية يعني العصرنة الأصل أن تنتمي إلى عصرك، يعني ما أفهم كيف أنه عصر ما يعني المشكلة أن تكون تنتمي إلى غير عصرك. نعم. أن تجعله ابن ماضي ليس أن تكون ابن عصرك، هذا الطبيعي أعتقد. طبعا المغايرة هنا يعني يقصد بالمغايرة المختلف عن السائد. ممكن أنا شفت لك لقاءات عدة فأعرف أنك يعني ترفض بعض المغايرات الشعرية، يعني أنت متمسك بالتراث الشعري العمودي القافية. وأيضا يمكن لك مانشيت عريض أن أي نص يكتب بلا وزن ولا قافية فهو كلام بارد. فأتوقع يعني هو في لا، هذا حوار علي سعيد وهو اللي اختار هذا العنوان يعني. نعم، فهذا يحاسب علي علي تحت المحاكمة يعني. يحاسب علي علي، احنا جايبين اليوم عشان هذا العنوان نص بارد. إيه بالنسبة لي أنا كنا نتكلم، كان هو ضمن حوار. أنا أتكلم لماذا أنا ألتزم بالإيقاع. أنا ألتزم بالإيقاع لأن القصيدة تبدأ معي إيقاعا،
وأنا أنتمي حتى للرواية التاريخية اللي تقول أن أول ما بدأ الشعر بدأ رجل كان يحاول أن يغني أو أنه يطرب الإبل لكي تمشي وبعدين أتت المعاني. فالأصل بالنسبة لعبد اللطيف هو أن أسمع الطبول أولا وبعدين تأتي تتدفق المعاني وأنتخب منها ما أريد. يعني جميل. رأيك في القصيدة النثر؟ رأيي في قصيدة النثر، نعم. أعتقد أنه قصيدة النثر هي تعبر عن نفسها، يعني هي حاولت حتى الآن كم الآن أكثر من 50 سنة لم تستطع أن أو 70 سنة لم تستطع أن تضرب نموذجا مهما مثل السياب مثلا في التفعيلة أو يعني شيء فارق يعني إلى الآن. يعني في نماذج ممتازة، في نصوص، في محاولات، في تجارب، قد تكون أنه قصيدة النثر تحتاج إلى ولادات قادمة ويكون فيها شيء مفاجئ في الفترة القادمة، لكن كنص خام شعري أعتقد النص ممتاز. عندنا الشاعر المبدع الشيخ علي الفرج يؤسس إلى قصيدة النثر أنها تأتي فيما بعد العمود الشعري والتفعيلة كخلاصة تجربة عالية الحرفة. فقصيدة النثر ينظر لها الشيخ علي الفرج بهذا المنظور. فنلاحظ يعني في كتاباته النثرية دائما يعني نموذج إلى قصيدة. أنا أتفهم مثل هذه الآراء، نعم. وكثيرة يعني، نعم. وأقبلها وهم نقاد وأساتذة لي. أنا أتكلم عن من جهتي أنا، أفهم أن الشكل الفني، الشكل الفني، إحداث شكل فني جديد هو حالة من الشذوذ عن شكل فني قديم وهو ما حدث، وبعدين الشكل الجديد يبدأ يؤطر إلى شكل دال، إلى 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 حالة معينة، بعدين تبدأ هي تكسر نفسها، وهذه العملية الديناميكية الطبيعية لعملية الفنون اللي تحدث في الموسيقى مثلا، لما تحدث في الجاز، لما تحدث في هذه الأشياء، أنه في عملية محاولة كسر وإعادة بناء. قصيدة نثر أعتقد أنها استطاعت أن تكسر، وهذا شيء ممتاز جدا. الآن تحتاج أن هي تشكل أنفس نفسها عن طريق النموذج. عادة الفنون تأخذ شكلها الصارخ، يعني معنى أنه قصيدة تفعيلة لا يمكن أن نخرج من فكرة السياب، بعدين نبدأ إحنا نجرب تجاربنا، لكن في النهاية النموذج هو هذه الحالة الصارخة الكاملة. بالنسبة لي قد يكون هناك نموذج، يعني في نماذج مثل الماغوط نموذج عظيم، في نماذج عظيمة، ما لا، لكن لا يوجد هذا الشيء اللي نقول لما نقول أوكي النثر هو فلان، يعني بالضبط تماما. قد يكون في الفنون الحديثة أو ما بعد حداثية هذه هي الطريقة، لكني أنا لم أستطع أن أقبض على جمرة النثر. تتفق مع الشيخ علي الفرج في أن النثر يأتي بعد الشعر العمود والتفعيلة؟ أنا ضد فكرة بعد، يعني بعد هذه يعني حاولوا فيها النبطيين وقالوا أنه القصيدة النبطية جاءت بعد القصيدة الفصيحة، وبعدين قالوا أن قصيدة التفعيلة النبطية هي جاءت بعد القصيدة العمودية النبطية، وبعدين قالوا الأغنية أنه بدر عبد المحسن هو خلاصة الخلاصة. فيعني أقصد خلاصة الخلاصة هو أن يعني الفن لا أعتقد أنه يشتغل بهذه الطريقة، يشتغل بالتعددية، يعني يشتغل بأن كل خط أنت تفتح خط جديد، لكن مع ذلك الخط الآخر قادر على التجدد وقادر على أنه يعيد أدواته ويطورها. أنا لا يمكن أن أتصور اليوم أن أحد يستطيع، يعني لا يفرق ما بين مثلا النص العمودي الحديث وما بين مثلا القصيدة الجاهلية، يعني صار فيه تطورات، صار فيه تحديث، صار فيه كثير من فوصفها بالعمودية. على فكرة أنا برضو يعني في هذه النقطة وصفها بالعمودية وصف يعني أعتقد أنه في جانب غير دقيق، لأنه العمود انكسر مع أبي تمام، فانكسر يعني لم يعد هناك عمود. فما نكتبه هو ليس يعني مسمى مشطر، مسمى أشكال أخرى. وبعدين حتى فكرة التشطير اليوم في عملية تجاوز التفعيلات وربطها ببعض لا يمكن أن أسميه تشطيرا، فقد أسميه قصيدة الأربع تفعيلات أو قصيدة، يعني أقصد أن العملية لم تعد
بالحالة التعليمية المدرسية الممتعة يعني هذه أو السهلة يعني خلينا نقول المسلية، إنه فلان ينتمي لكذا وفلان ينتمي لكذا. لكن السؤال هو سؤال الإيقاع، أعتقد إنه سؤال مهم، يعني سؤال الإيقاع هو سؤال أساسي، لأن حتى قصيدة النثر تحاول أن تتكلم عن فكرة الموسيقى الداخلية، وسؤال الموسيقى الداخلية هو سؤال مهم جدا داخل قصيدة النثر. فما هي الموسيقى الداخلية؟ كيف أستطيع أن أتحسسها؟ كيف أستطيع أن أضبطها؟ لأنه الموسيقى في تعريفها الأول هو تآلف صوتي، فأنا كيف أن أستطيع أن إحساس بهذا النوع من التآلف الصوتي؟ هل هناك تجربة نثرية معينة استطاعت أن تحدث لنا إيقاعا أو تآلفا خارج الخليل وخارج الإيقاعات اللي هي القوانين الأساسية، اللي هو مثلا يقول لك أربع حركات فمعناه مكسور أو الأشياء هذه خارج الوتد والسبب وغيره؟ ممكن يعني القصيدة، أنا لا أحب أطيل في قصيدة النثر، ولكن قصيدة النثر أغلب يعني يتفق على قراءتها أكثر مما تلقى منبريا، ويمكن هذا القول إلى الفيلسوف شاؤول أن أيوة شكرا على التصحيح، يعني على أن القصيدة النثرية لا تقرأ على منبر. على العموم هذه نقطة بس ترى لطيفة، كنت في نقاش مع أحد الشباب في موضوع قصيدة النثر، هو شاعر نثر ممتاز، فكنت أقول له الفرق بيني وبينك أني أدون النص وأنت تكتبه، وهذا رجع النقطة الأولى، أنا أدون نصي على الورق، بينما شاعر النثر يكتب قصيدته، بمعنى يعني بالدقة الشاعر قصيدة النثر كاتب، بمعنى أنه تتدفق أفكاره وبعض الفكرة النص تأتي مع الكتابة. أما أنا أو الشاعر خلينا نقول الإيقاعي يغني وثم يأتي وقت ويدون هذا الشيء، هذا الفارق قد يكون هو فارق يعني أساسي في عملية الكتابة كانت. نعم جميل، انتصرت أيضا إلى القصيدة المثقفة كما يعني تكلم عنها الأستاذ محمد العلي والأستاذ جاسم صحيح، بأن القصيدة المثقفة هي قصيدة العصر، فأنت أيضا في أحد اللقاءات انتصرت إلى القصيدة المثقفة، ممكن يعني واحد يوضح ما هي مقاسات أو ما هي معايير القصيدة المثقفة في هذه الألفية؟ بس أنا يعني سأكون سعيد إن انتصرت لها، لكن ما أذكر والله لقاءاتك أقصد يعني المقصود بها يعني القصيدة المثقفة هنا معناها أن هي مليئة بالمثلا إسقاطات الثقافية أو المليئة. نعم نعم. إيش المقصود بها؟ المقصود يعني أن القصيدة تكون مشتغلة بلغة حداثية بأطروحات جديدة مبتكرة فيها بعد إنساني بعد فكري بعد، هذه القصيدة مثل ما قدمت في بعض قصائدك يعني. إيه أعتقد سب إيه فهمت الفكرة الآن لا لأنه فكرة القصيدة المثقفة أنا ما مر عليه هذا التعبير، كان بس يعني لقاء وأنت أشرت إليه في صحيح؟ نعم والله ظاهرني أنا اللي بلغت 40 لا أحيانا الواحد فعلا في اللقاءات ما يركز في الكلام اللي يقوله بالضبط، لكن يصير مثل هذا الوصف. أعتقد إيه إنه يعني ننتصر لها لأنها فعلًا هي اليوم لازم إن إحنا نكون عصارة قراءات تجربة إنسانية، ما نأتي بنص، يجب أن يكون النص هناك فيه يعني مفتوح يعني للقراءات، يعني ليس طبقة واحدة يعني قادر على أن يقرأها الإنسان مرة ومرتين، وأن يولد أحياناً يعني أن تكون القصيدة ليست فقط خزان ثقافي، أن تكون كذلك قادر على توليد معاني وعلى إلهام، مثل ما ذكر واحد من الأصدقاء يقول أنا أستفيد من الشعر في عملية شحذ المخيلة، شحذ كذا في أفكار جديدة وغيرها يعني.
سؤال أخير فقط ونختم به اللقاء. شعر الفوضى، ماذا عنيت بشعر الفوضى في هذا الزمن الصعب؟ ما يذكر، شكله ما يذكر. والله يا مولانا أنت واضح أنك مذاكر الموضوع بشكل خطير جدا، وأنا أخطر الناس هم الناس اللي تابعوا لك هذه اللقاءات والحوارات. لكن الفوضى إذا بنذكرها، أنه أنا أعتقد يمكن كنا تكلمنا في سياقات السوشيال ميديا وهذا النوع من النشر الفوضوي، يعني اليوم في حالة التايم لاين أنه ينشر نكتة بعدها قصيدة بعدها مقال نقدي وهكذا، يعني أظن هذا كان السياق. أظن يعني نعم، ولكن أنت أشرت إلى أذكرني أن هناك فوضى شعرية كبيرة عارمة بسبب الميديا وسبب يمكن الصفحات الشعرية الأدبية والنشر غير المتثبت من القصيدة. إيه نعم، بأن هذه إلى الشاعر الفلاني أو إلى الشاعر، يعني بعض السرقات، بعض أيضا بعض لا شعر وينشر على أنه شعر. بالضبط بالضبط. ويمكن أنت أشرت اليوم لقصيدة النثر، وأعتقد هم أكثر الناس الذين يعانون من هذه العملية. يعني الشباب اللي يكتبون قصيدة النثر يعانون من أن كل من يأتي على الفيسبوك أو على تويتر ويكتب ويعين نفسه بأنه شاعر قصيدة نثر، وهذه بلا شك ورطة في هذا الزحام أن تأخذ وقت، أو يعني مثلا أن يكون مجموعة مثل هذه المجموعة المباركة يعني مشكورين أن يجلسون لشخص فقير مثلي يعني ويسمعون هذه الكلمات في هذا الزخم الهائل من الأخبار والمواد والمحتوى الذي في كل مكان. فلا شك أن هذه قللت من حتى فرصة الشعراء من أنهم يحظون بقراءات نقدية، أن يحظون بقراءات جيدة، فأصبح العملية بهذه الشكل يعني. شكرا شكرا. نشكر الأستاذ الشاعر المهندس عبد اللطيف بن يوسف، والآن نتجه إلى الجمهور وأسئلة الجمهور، بس نرجو أن لا تزيد عن 5 دقائق في الأسئلة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أستاذ عبد اللطيف، ذكرت في بداية كلامك حسن شروفنا، أهلا وسهلا، ذكرت في بداية كلامك أن المجتمع الشعري حاليا مجتمع ضعيف. هل تعتقد يعني من منظورك أنت، لأن هذا الحوار اللي صار بعدين، يعني أعتقد أنه سبب ضعف المجتمع الشعري اليوم، هل تعتقد أنه كثرة التقسيمات اللي المجتمع الشعري وضعها على نفسه، يعني سواء القصيدة النثرية الشعرية أو المدارس الشعرية نفسهم، يعني كثرة التقسيمات اللي صارت اليوم، لا تعتقد أنها هي اللي ضعفت المجتمع الشعري؟ ناخذ سؤال ثاني أيضا. أسعد الله مساكم. علي الحرز، بداية أشكرك، ابتدأت بفريد الدين العطار صاحب منطقة الطير، وانهيت بصاحب المثنوي جلال الدين الرومي. بحرت بنا مع هذا الأدب الرفيع. سؤالي فقط، يعني أشار الصديق فريد حول تسليع الثقافة، بس هذه أنا عندي سؤال بس على التسليع. كنت مع ناشر عربي قبل سنة، فيعني هو صديق وقريب، فيقول أقول له كيف هذه الدار نشر طبعة 20؟ قال هذا تسليع، تسليع إلى الثقافة. هو يطبع 100، كل 100 نسخة يكتب عليها الطبعة الأولى والطبعة الثانية في نفس السنة، فعني 2018 طابع 20 طبعة، هي كلها على 100 أو على 50. وهذا من تسليع الثقافة. لما القارئ المبتدئ لما يشوف يعني كتاب مكتوب عليه في سنة واحدة 20 طبعة، معناته هذا ذو قيمة عالية. هذا يعني من جهة التسليع. حول يعني
الأدب، مش الأدب، الشعر. الشعر طبعا في هذا الوقت هو يعني يعاني أمراض كثيرة، وكانت يعني دكتور جابر عصفور قبل 25 سنة إلى 30 سنة هو ينظر أن هذا العصر عصر الرواية وليس عصر ديوان الشعر. وكان على المنصة هنا قبل سنتين تقريبا الدكتور حسن النعمي، وقال إن الشعر، وأنا أميل إلى طرحه، إن الشعر هو ابن الانتصارات، عندما تمرض الأمة يمرض الشعر. سؤالي على هامش هذا الاستعراض هو حول توظيف الأسطورة في الشعر الخليجي، في ضعف شديد. يعني الشوام عند درويش، أدونيس، البرغوثي، عند العراقيين السياب وغيره، عندهم توظيف للأسطورة. هنا عندنا قلة قليلة جدا من وظيفة الأسطورة. يعني نذكر منهم مثل شاعر البيد محمد يعني هذا فقط. شكرا أبو كفاح. نعم. شكرا. الحقيقة أنا ما عندي سؤال، عندي مداخلة. تفضل. طرحت كثير أشياء. يعني أول حاجة فيما يتعلق بالشعر الكلاسيكي أو الشعر العمودي أو الشعر التفعيلي، أنا أقول أن الأنساق الثقافية والأنساق الشعرية والأدبية لا يلغي بعضها بعضا، وهذا معروف، بل يحصل اصطفاف إذا شئت، اصطفاف لهذه الألمة. طبعا مستفيدة من كل تجربة الحديثة والجديدة، لكن المسألة يعني في كتير عملية بالشعر ما يقال إنه شعر كلاسيكي أو شعر عمودي أو معتمد على الوزن والقافية. هناك كتير شيء بيشبه ريسايكلينج، إعادة إنتاج القصائد القديمة، أخذ نفس القوافي، أخذ نفس الوزن وهذا، وبعدين ينسج عليها وصار شاعر. وكتير من الناس حافظين أكثر، يعني الحفظ أنا برأيي يعني ضد الإبداع، ضد الشعر. نعم. الآن إذا ما هذا طبعاً كلامي بتحكي عن قصيدة النصر. قصيدة النصر يعني هنا سموه قصيدة النصر لأني لسبب واحد فقط، أنها لا تعتمد الوزن والقافية، بل تقول أن النصر نفسه فيه إيقاع، فيه إيقاع الخاص. بدون راح كيف إيقاع الخاص؟ أحيانا ترتيب الجمل، تقطيع الأسطر بطريقة معينة، المعاني أيضا، محلات الهمس مثلا أو محلات الارتفاع وإلى آخره. طبعا قصيدة النصر خلال 70 سنة لم تجري لها ولا واحد بالألف من ما حصل للقصيدة العمودية التي درست ودرست ودرست مئات آلاف المرات في الجامعات وكذا. التجربة الوليدة تحاول، أنا بحسب رأيي بحسب ما بشوف، أنا تحاول أن تأتي إلى جوهر الشعر الذي ليس هو الصنعة فقط. الصنعة أنك تعمل وزن وقافية، أيوة لازم يكون الشاعر الكلاسيكي لازم عنده، كل شاعر عنده صنعة غير الإبداع. أول شيء تلتمع الفكرة، تأتي الصورة، تنشأ القصيدة. نعم. لكن بعدين يرجع يشتغل عليها، يرجع يقرأها. أرجو الاختصار بس أستاذ. أيوة أريد أن أقول إن قصيدة النصر هي، أنا رأيي يعني، هي قمة الشعر في العالم، ليس في بلادنا فقط، لكن نحن لأن عند العرب عندنا تراث عظيم في الشعر، نحن أمة الشعر. يعني أول شاعر إنجليزي نحن درسناه في الأدب الإنجليزي كان تشوسر 1000 ميلادية، بينما إذا نطلع على امرؤ القيس وبعض الأشياء الأشعار يعني ما كانوا يستسمعون الإنجليزيين بشيء اسمه شعر على سبيل المثال. سنكتفي أستاذنا. بس كلمتين أخيرات، وأريد أن أقول إن تجربة قصيدة النصر لم تحظى بالدراسات النقدية الكافية لتضعها في موضعها الهام جدا على رأس الأدب العربي. شكرا لكم. شكرا أستاذ يوسف لانتصارك إلى القصيدة. تفضل. مداخلة أخيرة. السلام عليكم. شكرا يا أبو محمد عبد اللطيف، يعطيك العافية. الليلة أبدعت
العفو. أنا لأول مرة أستمع لك في الواقع، شايف كيف أخذ يعني بشغف. هذا حسن ظنك يا سيدي. على كل حال عندي بس تعليق، ونحن نتحدث عن قصيدة النثر، يتبادر الذهن كتابات جبران النثرية. جبران شاعر وفنان وأديب ورسام وإلى آخره، وقد كتب في النثر شيء يشبه ما يسمونه اليوم بقصيدة النثر. وفي كتابه النبي غنت الفنانة فيروز مقاطع من كتاب النبي لجبران، وهو كلام منثور يعني ما هو شعر، لكن حاول. اللي لفت نظري غير، وهو أنه طبعا القرآن الكريم لغة نثرية وليس شعرية، لكن سمعت من يقرأ الفاتحة في المسجد الحرام بلحن، يعني يجرها بلحن الفاتحة. وسمعت أو شاهدت فيلم يقرؤون سورة ياسين بطريقة ملحون، يعني فيها لحن كذا. اختصار بس عشان الوقت. لا أنا ما أقتصر إن شاء الله، فأنا ما أبغى أسترسل كثير، وإنما أقول في إن هناك موسيقى في القرآن. نعم، نوع من الكتابات يعني النثرية فيها الروح الموسيقية، ولهذا تجد يعني ترى. أما الكتابة العادية هذه اللي ما تعرف لها أول ولا آخر، فنبعدها عن طريق الشعر ولا نعرف عليها كبير. شكرا أستاذ. تعليقا على بس على أذكر اللي تقول جبران، فأحد الأصدقاء شاعر قصيدة نثر، وكان لي نص نثري يعني فيه تكثيف في الصورة، فأرسلت له قال لي يا أخي هذه قصيدة نثر. أوه يعني قلت له شلون قصيدة نثر؟ قال لي عبد اللطيف بس حطها سطور، قال عدلها بسطور كل جملة يقول وانشرها يا أخي. فقلت له أنا لم أكتبها بنية يعني القصيدة، فقلت له يعني صعب إن تكون القصيدة فقط يعني بالنية وليس بشيء يعني حقيقي. تفضل أستاذ. مساء الخير علي سعيد. شكرا أول شيء الصديق عبد اللطيف على الأمسية وعلى القصيدة. في مسألة مريت عليها في حديثك، وهي الفصل بين الشاعر والمثقف، يعني في الوعي الثقافي عموما العصر الحديث، يعني كان في دائما ربط بين الشاعر المثقف، الشاعر المرتبط بقضية إن كان قضية عامة مثل قضية فلسطينية أو غيرها، أو الشاعر المرتبط بجدل ثقافي اجتماعي مثل أدونيس وآخرين طبعا، أو سياسي مثلا في هنا ومكان ثاني، أو نزار قباني إلى آخره. التعامل الفني، أنا عجبني هذا الموضوع، حاب نتوقف عنده شوي. التعامل الفني، أن تتعامل مع الشاعر كفنان، مثل لما أتكلم عن رواية تعامل مع الرواية كصنعة، أنت يعني إلى أي مدى يستفيد الشاعر من هذا التركيز؟ أنت مثلا تشتغل على القصيدة العمودية أو القصيدة الكلاسيكية، أو إلى أي مدى تركيزك فيها كفنان يدفعك إلى التجريب مثلا الابتكار؟ تحدثت قبل قليل عن اللعب في الأوزان أو في البحور، تركيب، إعادة تركيب. كيف تكلمنا عن هذه المسألة؟ شكرا. نجيب الآن. أنا سأعيد الأسئلة من جديد عليك. ضعف المجتمع الشعري كامل. ضعف المجتمع الشعري وسبب التقسيمات. أعتقد بس أنه يمكن من الأشياء اليوم موجودة، أنه أي ثقافة مكتوبة أو النصوص المكتوبة اليوم هو من أضعف النتاج الثقافي. اليوم إحنا في زمن المرئي، فلذلك أنت أي أحد ينتمي إلى المنطقة المكتوبة هم ليسوا في أفضل حالاتهم في زمن المالتي ميديا هذه. أنت اليوم كشاعر، أنا هذا اللي كنت أريد أن أسترسله بس ما أقدر نتكلم عنه، اللي هو مسألة أن على لديك فرصة غير موجودة لدى كل الكتاب. الفرصة هذه هو أنك أنت فنان، وفنك هو فن شفهي، أنت قادر على أن تتحول إلى شخص يستطيع أن يلتحم مع الثورة التكنولوجية. يعني اليوم عندنا مثلا من الأشياء، من النماذج الممتازة، شاعرنا الرائع وأستاذنا حبيب المعاتيك هنا
يجب أن نشير لتجربته، غير كونه أنه فاز بالجائزة وهو مستحق لها، أنه كان يستخدم تقنية بسيطة جدا في التصوير يعني والإلقاء، بحيث أنه أصبح يعطي مادة مرئية حداثية تماما وملتحمة بالثورة الموجودة، فتحول من كونه مجرد كاتبا إلى واحد يقدم فن شفهي بتعبيرات بأداء كامل. فهذا يحول قدرة تأثيرك وحضورك أنت كشاعر، ويحول حضور الشعر بهذا الشكل. تجربة مثلا من تجربتي أنا الشخصية، أنا مثلا لما أقدم كتاب مثلا كان أنه أو أروح إلى مهرجان رسمي لا أحد يسمعني، بينما لما كنت أنشر على منصات التواصل أو على تويتر أو غيره تصل أحيانا المشاهدات إلى 500,000 مشاهدة. هذه الأرقام لا يأتي بها إلا منتجي الأفلام وغيرها، فتتحول فجأة إلى شخص قادر عليه أن يؤثر. الفرق أن هناك من سجنك في معارض الكتب وفي الملتقيات الثقافية، بينما أنت فنان يا أخي وصوتك قادر على أن يغني بلا موسيقى يعني، أو فنان منفرد. أنا من التجارب اللي كانت يعني لو بضيف لها مثال، كنت في جولة أنظمها لكوميديين سعوديين في أمريكا، فسوينا جولة حوالي في 5 ولايات. فلما في آخر جلسة فجبت الشباب قلت لهم أتعلم أني أشعر أن أنا يعني أنك أنت أقرب شخص لي، أنت فنان منفرد على المسرح وأنا فنان منفرد على المسرح، أنت تهتم بالبنش لاين اللي هو لحظة الإضحاك، وأنا أهتم بجملة التأثير أو بجملة التصفيق أو بهذا الشكل. فقلت له يبدو أن علاقتي بك بس أني أنت ابن عمي، بس أنا ما انتبهت لك من زمان يعني. فهذا النوع اللي أقصده من تغيير الذهنية ممكن أنه تؤثر في قيمة هذا المجتمع الشعري وتفاعله، أنه يكون أكثر فعالية وأكثر كذا. نموذج أخير بس يعني على التفاعل مع الأفلام مثلا أو مع غيرها، كانت لنا تجربة في إثراء في فيلم جود، دعيت مجموعة من الشعراء المنطقة، الأستاذ جاسم الصحيح وأستاذ علي النمر ومجموعة من الأصدقاء، وحضروا الفيلم وكتبوا نصوصا شعرية كقراءات الفيلم. فكانت من النصوص اللي تم عرضها وتم بهذا الشكل الاحتفاء بها بهذا الشكل. أقصد أن لا نكون أن نكون أكثر حرية وأكثر تفاعلا مع الآخر. لتسريع الإجابات لأن الوقت خلاص داهمنا، التوظيف الأسطورة في الشعر الخليجي والاصطفاف الأشكال الأدبية، هذه طبعا مداخلة أستاذ يوسف عن الأشكال الأدبية والكتابة طبعا ليس فيها سؤال، ولكن السؤال الأخير كان من أستاذ علي، الفصل بين الشاعر والمثقف والتعامل كفنان في النص. عندك الأسطورة أولاً أستاذ علي الحرز، توظيف الأسطورة في الشعر الخليجي، أن ما سبب ما هي موجودة يعني ما هي موجودة؟ والله ما أنا لست من الشخص اللي يستطيع أنه يجرد اللي موجود، لكن قد يكون فعلا احنا يمكن لكن اذكر كلمه لمحمود درويش لما سئل عن الاسطوره، فقال هناك نوعين، هو توظيف الاسطوره وهناك اسطره النص. فكان يضرب مثال على السياب، فانه كان يوظف الاسطوره، بينما انشودة المطر كان استطاع أن يصل إلى أن يؤسطر النص ويؤسطر المطر. أظن أن لدينا تجارب، يمكن ما تحضرني في تجارب جيدة، يمكن إحنا نقصها أو
والله ما أعرف يعني ما أقدر أني أتكلم في منطقة من قال لا أدري فقد أفتى يقولون، فأنا يعني لا أدري. نذهب في دقيقة ما أقول أسكت صح؟ نذهب في دقيقة إلى الشاعر المثقف والتعامل الفني مع كفنان وليس كمثقف. سؤال الأستاذ علي. يمكن يكمل هذه الفكرة برضو، إحنا أثقلونا كثيرا كشعراء الفترة الأخيرة أن نصوصنا أصبحت مثقلة، بأن إحنا مثقفين ولازم نجاري النصوص الأخرى، وكانت المشكلة أنه من يكتب المقالة ومن يكتب القصة والرواية هم أقدر على حمل الثقافة من الشاعر الذي يشير فقط. فكان الشعراء من مرحلة الحداثة وهم يحاولون أن يكونوا نصوص يعني أو يكونوا مثقفين بشكل كبير، لكن أنا أميل إلى فكرة أن أنت تخفف وتكون السائر على غير ذي هدى، يعني كما يقولون الرجل الذي يستطيع أن يندهش من الأشياء أكثر من الرجل الذي ينظر. يعني إذا وصلت لمرحلة أنك منظر داخل النص تفقد شيء كثير، و يعني ما أدري وين علي ممكن نحن نسترسل إذا كنت تقدر توضح عشان أشكر ما في وقت لأن في السيارة طيب نعم. في الأخير طبعا نشكر أستاذ عبد اللطيف بن يوسف على هذه الحوارية الجميلة والفقرة الشعرية العالية الجودة من الشعر الأجمل. نعم الآن مع الصورة الجماعية تفضلوا، وشكرا لكم ولإصغائكم الجميل.